اخر حاجه جايب لنا واحد اسمه الجفري ده صوفي جديد، ما كفونا المجرمين القاعدين هنا لغايه ما يجيبوا لنا الصوفي اللي اسمه الجفري ده. الجفري ده قال الشاذلي يتكلم مع الله، الشاذلي يتكلم مع الله. كان بعض السلف وهو الامام ابو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى في ساعة استشعار لمعنى مخاطبة ومناجاة للرب جل جلاله يقول: ربي كيف أحمدك، كيف أشكرك يا رب حق الشكر على النعمة. قال: فهتف بي هاتف يقول: إذا لم تر منعما عليه غيرك. قال: فالملوك؟ قال: لأمنك. قال: فالأنبياء؟ قال: لهدايتك. قال: فالعلماء؟ قال: لرعايتك ورشدك. قال: فأهل التجارات؟ قال: لميرك وطعامك. ودي عقيدة ثابتة عند الصوفية، إنه عادي الصوفية بيتكلموا مع الله، كما في كتاب أزاهير الرياض في صفحة 200 قال أحمد الطيب البشير السماني، قال: جاءتني صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى مكتوب فيها بقلم القدرة: سلام قولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب، والآية دي في الجنة. أنا ما أعرف النازل معلوم، فهمت؟ قال: قد غفرنا لك ولأهل قرابتك أجمعين. قال: يا الله زدني. المين بقى يتكلم مع الله؟ وورد أيضا هذا الكلام في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة للطريقة البرهانية. الناس اللي عندهم طاقية زي حبة الكافليجين دي تلقاها برتغالية كده، ها؟ وكذلك في كتاب طبقات الشعراني في ترجمة إبراهيم الدسوقي، إنه إبراهيم الدسوقي قال: أنا خاطبت الله على عرشه، ها؟ وزي ترجمة أحمد الفرغلي اللي هو كلم التمساح. يا هذول والله الصوفية دي عبارة عن وهم ساكت، افلام كرتون بس، فهمت؟ قال احمد الفرغلي قال عنده واحد حوار، قال: وكان مخيمر النقيب عنده بنت ذهبت الى البحر دار تجيب مويه، قال: فخطف التمساح. كويس التمساح شال مخيمر النقيب اللي هو حوار احمد الفرغلي. فجاء شكل الشيخ بدل ما يسال الله ويشيل القرجه بتاعته ويمشي يشوف التمساح النظام معه شنو، قام مشى للشيخ. وده النظام بتاع الصوفيه، عقلك ده تبقيه زي التنباك، تجدعوا في المركوب بتاعك وتمشي خاشي قدام. والله دي الصوفية، عشان كده بقول لك: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغمي. ده البرعي برب الناس كده، قال لك تسلم للصوفية ديل وتكون عبدي لهم، تتذلل لهم، واخشاهم دوما كخشية ضيغمي. المهم مشى له، ده قال له: هابو يا شيخ التمساح ده شال بيتي اعمل شنو؟ قال له: ايوه شال بيتك، اي امشي يقول للتمساح كلم الفرغلي. يا زول، قال فوقف في البحر. طبعا انت لو شفت المشهد ده طوال النازل تمشي توديهم التجاني الماحي، ولا تمشي تبلغ مكافحة المخدرات، ولا حاجة زي دي، فهمت؟ لانه ده بكون ضارب له راسين ولا حاجة زي دي. ده قال مشى البحر، قال: يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فخرج التمساح قال كالمركب والناس عن يمينه وعن شماله، قال حتى خرج الى الفرغلي، فقال له: امرق البيت. فمرق البيت، قام نادوا الحداد، قال فجاء الحداد فامره بخلع جميع اسنانه. انا بجيب لك تمساح هنا في حله كوكو، ها، في كليه البيطره في تمساح ورل، فهمت؟ وكوز ذاته بتلقاه راقد هناك، فهمت؟ انا بجيب لك اجنه، وبجيب لك فاره بتاعت نجاره وشاكوش ودربكين، تقدر تمرق لي سنونه؟ عند اللي صوفي يمرق سنونه، جيبوا محمد منتصر ده عشان التمساح ده عايش 10 نجيط، كويس؟ ما تلعب علينا نحن. قال فقلع التمساح جميع اسنانه، قال له: ثاني وقت تعمل العمليه دي. قال فرجع التمساح ودموعه تسيل. زي ما قال اخونا احمد بدوي، التمساح ده شايل جراح ولا شنو؟ يا ناس، ده دين الصوفيه. واحد تلقاه يقول لك: لا أكبر. يا زلمه انت بتكبر على حاجه باطله؟ انت بتكبر على حاجه باطله؟ فهمت؟ ده لعب. ولذلك يا اخواننا، يعني نظير هذه الحكايه ما جاء في ترجمه ال 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 قال الكباشي القيد في شبله، جيت ازور جبله، جيت اقيف قبله، لولح وزقله
وفي الطريق نبلوا عدموا الصوفة. ده ما عرفناه كباشي ولا اسمه شنو، قندراني ولا زيطواي ولا الحاصي شنو. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. برضو نفس العملية، الحوار قال رسل الشيخ اسمه جلوك امشي يجيب له موية، والشمس قربت تقع وقت المغرب جاء وكان صلاة العصر، مشى يجيب التمساح قام بلع جلوك، والشيخ لما خلاص المغرب دار يجي قام مسك الشمس. عشان كده قال لك جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، فهمت؟ وكذاب يا صوفي، وربنا قال الشمس تجري ولا بجرها ولا اي حاجة، فهمت؟ قال بعد ذاك الشيخ مشى وقام نادى التماسيح كلهم، فهمت؟ قال لهم يا تماسيح امرقوا التمساح ذاك جمارك. قال له امرق جلوك، قال له ما بمرقوا، امرق جلوك اظنه كان وهابي، امرق جلوك ما بمرق جلوك، فهمت؟ في النهايه مرق له جلوك وقال ضربوا انقلب حجر. دي كلها خرافات يا اخواننا وشركيات وكفريات ما كان يعتقدها حتى ابو لهب ولا ابو جهل. ولذلك ان احنا ما ناقصين يجيبوا لنا واحد زي الجفري ده، الحبيب علي الجفري، وبيغش الناس بيمثل لك فوقه انه يعني زول يعني بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيك من الباب ده باب بتاع قلوب ويكذب عليك من الكذب بتاعه. ودي قصه مكذوبه عن الصوفيه، فهمت؟ قالوا شيخ اسمه احمد الرفاعي، وده تنسب له الطريقه الاحمديه او الرفاعيه، كلين اسمين لمسمى واحد. قال احمد الرفاعي لما مشى الحج مشى قبر النبي عليه الصلاه والسلام، وقام انشد بيتين بتاع الشعر، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم طلع يدك عشان ابوسه. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه يده وباس يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدام الناس في يومنا وليلتنا، وعندما نسمع كلاما يذكر فيه فضل الله تعالى على احبابه كالبيتين اللذين انشدا، وهما للامام احمد الرفاعي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به، عندما وقف امام الشباك الاعطر وفي قلبه وروحه من الشوق ما فيه، وألقى السلام على سيد الأنام قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فسمع الرد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. فأخذ ذوب سماع الرد بكليات الإمام الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، فنطق لا بناطق الإحساس الظاهر الذي يبرد ويفنى بعد قليل، لكنه نطق بناطق تهيج المشاعر، تهيج الذوق الذي تنتجه البصائر، فأنشد وهو غائب الحس يقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح أي الأجسام قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فإذا باليد الطاهرة تخرج أمام الناس وأعينهم ومرآهم، ويقبلها الإمام الرفاعي أمام الناس. شوف عليك الله الكلام ده كيف، ده كله ده ما أكل باسم الدين، ده ما لعب بعقول المسلمين. ها أول حاجة كون الرفاعي يعمل العملية دي ويمشي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد، ده أول باطل وغلو حرام في شريعة الإسلام. وقد رأى الحسين بن علي زين العابدين رجلا يأتي إلى فرجة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله، ما كان بيقول يا رسول الله تلحقنا، أو يا رسول الله تدينا الجنة، أو يا رسول الله تكمل الوهابية، أو يا رسول الله تفعل وتفعل، كان بيدعو الله في هذا المكان. فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا حدث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ده الإسلام، ما في وثنية، ما في إنك تعبد الناس للبشر، تعبد الناس للخالق تبارك وتعالى. ولذلك الكذب اللي بيقولوا زول ده كثير، ده غير طعنه في احاديث، وزول نجار نجر عجيب، فهمت؟ اخر حاجه فكالهم قال لهم يجوز عيد الحب، ولكن ما دام الناس قد تراضت على ان يكون هناك يوم يذكرهم بالحب، انا اقول بكل اريحيه
كل عام انتم بخير يعني هابي فالنتاين. اي نحن اليوم في حاله من البغضاء والكراهيه وتأجج المشاعر بحاجه الى كل يوم عيد حب ليس عيد واحد في السنه. ده الصوفي. الصوفي قال لهم يجوز عيد الحب الفاده وده عيد بتاع قديس. وطبعا الصوفي لا فاهم قديس فالنتاين ولا فاهم يعني ولا وبراء ما فاهم اي حاجه لكن بس دار يكون محبوب قدام الناس وده شغل بتاع الكيزان والجبهجيه. عندهم واحد هنا اسمه مين ابو البراء ولا منو يقول لك الحب حلال ما في حاجه والخلط حلال لكن لابد يكون بشروط وما في اي شروط. يقول لك الخلط حلال لكن يكون بشروط والغنى حلال لكن يكون بشروط وتتغزل في البيت حلال لكن يكون بشروط ويقوم يجيب لك وهمات كده في شكل قلبات او احاديث وما دار يفهمها صح. يقول من الطرائف الجابه وهي من المضحكات المبكيات قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة وعلى ذلك فيجوز إنه الأولاد والبنات يتسابقوا في الكليات بتاعت التربية الرياضية. طيب دي العاقدين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دي زوجته رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الجيش قال لهم أمشوا بعد ذاك سابق السيدة عائشة رضي الله عنها تجي تستدل لي بواحد تابع لك واحدة تابع لك وأول مرة يشوفوا بعض أو زملاء في الجامعة وما بيناتهم أي علاقة شرعية من زواج أو عقد شرعي دار تجي تنزل عليهم الكلام ده. شوف اللعب ده كيف. ولذلك يا أخواننا أن إحنا بلدنا بقت للأسف الشديد ما تجيب لنا إلا أهل الباطل وأهل الضلال للأسف الشديد. أي واحد يجيبوا لنا يجي يطمس البلد ويزيد من البدع ومن الضلال ما هي عنه غنية. ولذلك إحنا شغلنا ده صنفرة أنا شغلنا ده حار ناس كتار بكورك والله من الشيوعيين اللي أنصر سنة تابش داك داك كورك ما تتكلم فوقي يا زود تكلمت بكتب تقدر تنزل الميدان ما بتقدر. شيوعي كورك شعبي كورك فهمت مؤتمر وطني كورك صوفي كورك بتكوركم مالكم عبد الحي يوسف كورك هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب ما كشفناك ها شباب شباب ما عندنا نحن لا نملك ما تملك عبد الحي يوسف. عندك منظمات وغشيت بها انصار السنة دخلتهم معاك في جيبك فهمت وغشيت بها مين ومين ونحن الحمد لله لا نملك إلا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم هذه المايكات وكفى بذلك نصيرا من الله سبحانه وتعالى فهمت. وإن شاء الله والله إلا شفت تليس لنا خشمنا كويس ولا ترفدنا من البلد زي ما الجماعة قالوا لنوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال لها نوح انت بتتكلم في ابهاتنا وتتكلم في اسيادنا وشيوخنا والله ما تسكت ان احنا الا نرجمك ونخرجك من بلدنا. وكما قال ابو ابراهيم لابراهيم عليه السلام قال لئن لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك واهجرني مليا مليا معناه ابدا فهمت. انت وقت عندكم راي وعندكم فهم تعالوا خشوا هنا تعالوا وروا الامه دي الحاصل فيها شنو فهمت؟ لكن الناس ديل انكشفوا وديل يا اخواننا هم سبب ضياع البلد اللي اسمه السودان ده. ولذلك نحن دارين اخوان الناس الزول اللي بيستمع لنا في منابرنا يكون انسان واعي. يكون انسان واعي وياخذ ما نقول ويفتش عنه ويبحث عنه ويكون انسان حصيف وانسان يعلم افترض ان احنا في كلامنا سخنين وحارين فهمت؟ ويفترض انه احنا ناس غبش وكده كويس لكن احنا عندنا ادله عندنا كلام بنقوله لك بننقد لك الجماعات والاحزاب والتنظيمات كلها من كتبها ومن مصادرها والناس بس غير الكواريك وغير براحه وكده وما تبقوا سخنين تعال اربط ليلى ديتر فهمت شنو سخنين وبتاع انت ذاتك مشيت حيلك شويه خلي الخلط تعال اقرا عشان الشغل ده يبقى نجيط شويه فهمت. وديل يا اخواننا ما بيأسي عليك الله ديل بينفعوك ديل ينفعوا ناس. ولذلك نحن أخواننا رسالتنا لأنفسنا أول ولبقية الطلاب وجميع المسلمين إن الناس تتمسك بتوحيد الله عز وجل وتتمسك بهذه الدعوة المباركة التي نرى فيها ولا نرى في غيرها النجاة لأهل السودان في البلد دي هنا. نحن ما بنمرك إلا بالتوحيد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.